تلاميذ سنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات، سنقوم بحله معا. النشاط الأول: أنجز العمليات التالية 235 زائد 623، 5 زائد 3 جيد تساوي 8، 3 زائد 2 أحسنتم 5، 2 زائد 6 جيد 8، 6 زائد 1 تساوي 7، 4 زائد 7 7، أضيف 4 8 9 10 11، نكتب الواحد ونحتفظ بالواحد. 3 زائد 3 6، نضيف الواحد 7، ننتقل إلى عملية الطرح. 1 ناقص 1 يساوي 0، 8 ناقص 2 وطرح 2 من 8 وتحصل على 6، 5 ناقص 4 تساوي 1. نواصل: 6 ناقص 5 تساوي 1، 9 ناقص 8 1، و7 ناقص 2 تساوي 5. وهكذا انتهينا من جميع العمليات. ننتقل إلى النشاط الثاني: اكتب الأعداد بالأرقام أو بالحروف. لدينا هنا بالحروف، نكتبه بالأرقام: 974 74، وصل 600، نكتب 600 و25 25. نبدأ بالمئات ثم نواصل معها. نفس الشيء 300 و68 خمسمائة وستة وعشرون. التمرين الثالث: ضع الأعداد التالية على الشريط الأعدادي. لدينا 698، 122، 524، 301، 411، 689. نعين المئات: 600، 100، 500، 300، 400 و600. من هو العدد الصغير؟ لدينا 122، 122. ثم لدينا 600، 500، 300، 400، 600. طبعا 300 هو الصغير. نواصل: 400، 600، 500، 600. لدينا 400 هو الأصغر، و11 421. بقي لدينا 600، 500 و600. الأصغر هو 500، 24. لدينا 600، 600، 89. هنا لدينا 98. الأصغر هو 89. جيد، 689. ويبقى في الآخر أكبر عدد هو 698. نعيد قراءة الأعداد من الأصغر إلى الأكبر: 122، 301، 411، 421، 524، 689 و698. بقي لنا التمرين الآخر: سمي المضلعات التالية. لدينا المضلع، شكله هو عبارة عن جيد مربع، كل أضلاعه متساوية. المضلع الثاني عبارة عن مثلث، بينما المضلع الأخير هو مستطيل. مستطيل، مربع، مثلث ومستطيل. وهكذا انتهينا من الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.